الليلة محضر لكم أكلة بسيطة. الليلة محضرين كيكة الجبنة. ناس كثيرة ممكن يقولوا في أنواع كثيرة من كيكات الجبنة، أو مثلا يستغربوا كيكة الجبنة بالخضروات كيف، لأنه إحنا المتعارف عندنا إنه دائما كيكة الجبنة بتكون حلوة أو هي تعتبر من أنواع الكيك الفرنسي. لكن الليلة أو الأمريكي برضو مشهورة بالكيكة الجبنة، لكن الليلة محضرين لكم كيكة جبنة مالحة. طريقة سهلة شديد، ممكن حتى أطفال أو أخواتنا الصغار في المطبخ ندخلهم معانا المطبخ يحاولوا بقدر الإمكان يجربوا معانا. مكوناتنا لليوم اخترنا خضار الموسم، عندنا البروكلي أو الكرنبيط الأخضر متواجد في الأسواق وبنشوفه كثير، لكن للأسف الشديد ما بيفكر إحنا نشتريه، ما إحنا عارف نعمله في شنو. كمان الطماطم اخترت طماطم مقاس صغير، شكلها لذيذ تجذب الأطفال كمان إنه يأكلوها ويرصوها معانا ويزوقوا معانا الكيكة. فلفل الأخضر طبعا برضو مفيد، وفلفل أصفر إن وجد، لو ما وجدناه ممكن نستعمل الأخضر كفاية. كمان اخترت الجزر، الجزر مغذي جدا، وزي ما بقولوا الجزر بغوي النظر، وكمان فيه مادة الكاروتين مفيدة جدا جدا للجسم. وكمان اخترت جبنة شيدر، وطبعا زي ما عارفين الجبنة فيها بروتين عالي ومفيد. كمان الخيار برضو فيه معادن ومفيد جدا. واخترنا الجبنة البيضاء بتاعتنا، الجبنة السودانية البيضاء، والخس زي ما عارفين الخس مفيد جدا وفيه كمية عالية من المعادن. وكمان دي الخضروات اللي حنستعملها الليلة، وما ننسى الزيتون وجبنة مرهمية أو جبنة سائلة ومايونيز وعيش الريف أو العيش الريف المحلى، برضو متواجد عندنا في الأسواق وكمان عنده قيمته الغذائية العالية. وكمان ما ننسى الزبادي فيه كمية عالية من الكالسيوم وبيفيدنا أكيد. دي مكوناتنا لليوم. أما ناس كثيرة تستغرب أن إحنا حنعمل كيكة، طيب وين الدقيق وين المكونات؟ في عندنا نوعين من العيش، نوع العيش الأسمر أو العيش اللي فيه وردة، والعيش الأبيض. العيش اللي فيه وردة مفيد جدا جدا لأنه بحبيبات القمح الكاملة، وفي نفس الوقت حبيبات القمح الكاملة دي مفيدة جدا وفيها ألياف، يعني بناخد القمح زي ما هو بالطحين وفيه ألياف، والألياف مفيدة جدا خاصة للناس اللي بتتبعوا حمية غذائية. فيه مادة الألياف دي بتتحد في الأمعاء مع بتتحد في المعدة مع الدهون، وبتخلصنا من كمية عالية من الدهون، غير إنها فيها كمية عالية من المعادن. أنا هختاره، هستعمل العيش الأسمر بما إحنا تكلمنا عنه كثير وقلنا فيه ألياف، حنستعمله الليلة في أكلتنا. حنتخلص من الحواف بتاعته بقدر الإمكان. بعدين العيش اللي احنا قطعناه أو الحواف دي ممكن نستخدمه في حاجات كثيرة تاني، ممكن نستعمله في تحمير الكفتة أو أي نوع من أنواع البفتيك. كده احنا قطعنا العيش بتاعنا وحضرناه. حنجي للخلطة الثانية واللي هي كيف نحن نحضر الجبنة ذاتها أو كيكة الجبنة. نحضر الجبنة كيف؟ أول شيء بجيب الإناء بتاعي وبستعمل الجبنة السائلة أو الجبنة المرهمية نوعا ما، يعني دي حوالي 50 جرام. ناس كثيرة عندهم مشكلة بتاع الجرامات، بيقول لك ما تقولي لنا بالجرام، يعني مقدار كوباية من الجبنة. بنضيف لها نفس المقدار من الزبادي، ونفس المقدار من المايونيز. سعراتها الحرارية نوعا ما عالية، لكن احنا ممكن نقلل سعرات الحرارية كيف للناس العاملين ريجيم. المايونيز فيه نفس المايونيز ده في قليل الدسم، والزبادي نفس الحاجة، وكمان الجبنة نستعمل جبنة ومايونيز وكل المكونات دي بس بتكون قليلة الدسم. وما ننسى الجبنة بتديها طعم جميل جدا جدا، وما بنحتاج نضيف لها أي نوع من أنواع الأملاح لأنه فيها ملح كفاية. ممكن نستعمل المضرب الكهربائي أو المضرب السلك. أنا عندي هنا واحدة جاهزة محضراها،
نفس الحاجة نفس المكونات دي، بس أنا طحناها بالمضرب الكهربائي، بتبقى ناعمة كده. ونجيب الصحن بتاعنا، صحن التقديم أو الصحن اللي دارين نقدم فيه، ونبتدي نعمل الكيكة أو نرص الكيكة بتاعتنا. نعمل طبقة زي ما قلنا، الكيكة دي سعرات الحرارية عالية لكن مغذية جدا جدا للأطفال، لأنه فيها كمية من البروتين وكمية من الخضروات بيحتاجوها. وحنكرر العملية تاني، إنه هنعمل طبقة ثالثة. الطبقة الثالثة لما هنعملها هنخد شوية من الجبنة المبشور المحضرينها، كان جبنة شيدر أو أي أنواع من أنواع الجبن المتوفرة عندنا. وفي ناس لو حابين مثلا يزيدوها، مثلا ممكن يخطوا لها شرائح من المرتديلا أو أي نوع من أنواع اللحوم الباردة أو جداد مسلوق، برضو بيضيف لها طعم وبيضيف لها مواد غذائية مفيدة لجسمنا. لكن باعتبارها هي كحكة الجبنة، فأنا الليلة ما خدت فيها أي نوع من أنواع اللحوم، خاصة كويسة جدا للنباتيين. أكرر نفس العملية تاني، إني أنا هغطيها بالعيش وبعد كده حاجة أغطيها، هغطيها كلها بنفس الخليط اللي احنا حضرناه. بعد ما احنا غطيناها حنجي نزوقها بالخضروات اللي احنا محضرينها دي. اول حاجة ممكن نجيب الجبنة الشيدر دي، نعمل صايد بالجبنة الشيدر. ممكن الناحية الثانية ممكن نعمل خس، زي ما قلنا الخس مفيد وكمان فيه كمية عالية من المعادن، قطعناه شرايح بسيطة. وأهم شيء نتأكد من إنه نحن غسلنا الخضروات كويس لما جبناها من السوق، لأنه بتكون حاملة كمية من الجراثيم، نغسلها. والناحية الثانية ممكن نخد جزر برضو بدي لون حلو. وممكن من الناحية الثانية نخد عندنا عيش الريف أو أي نوع من أنواع الخضروات، ممكن نخدها، ممكن نخد ممكن نخد زيتون برضو. زي ما قلنا الأطفال بيحبوا الحاجات دي، فممكن يشاركونا في المطبخ، هيفتكروها نوع من التسلية، لكن في نفس الوقت احنا عندنا هدف أساسي إنه هم لازم يأكلوا. ممكن نزوقها مثلا بنوع معين من اللحوم الباردة أو خضروات زي ما قلنا أو أنواع جبن، لكن طبعا احنا لازم نستفيد من الخضروات دي. وانا اخترت الليلة البروكلي، والبروكلي ده مفيد جدا جدا وفيه معادن كثيرة، وكمان بيصيبوه خاصة الناس العامدين ريجين منه يأكلوه. ويعتبر من الخضروات الشتوية كمان وتوفر في الشتاء. نستعمل الطماطم، اخترت الطماطم بالحجم صغير عشان تجذب الأطفال. استخدم الفلفل. نستعمل الفلفل الأخضر. ونستعمل كمان عيش الريف.
وبكذا حضرنا أكلتنا لليوم أو طبق المالح بتاعنا، وهو عبارة عن الكيكة الجبنة بالخضروات. حضرناها حاجة بسيطة وما بتاخد وقت كتير، وممكن بأي مكونات عندي في البيت أنا ممكن أحضرها، أي نوع من أنواع الخضروات عندي في البيت ممكن أحضرها، وكمان قيمتها الغذائية عالية. بكذا نكون حضرنا المالح، ناخد فاصل ونجي راجعين نعمل التحلية. خليكم معانا.